صل الملحم، ويسعدني أن أستقبل معي على الهاتف الآن الدكتور عبد الخالق عبد الله الأكاديمي، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوتنا. مساء الخير وشكرا على الدعوة والاستضافة. اسمح لي دكتور أن أبدأ معك من آخر الأخبار، قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت، استمعنا فيها إلى كلمات القادة، يعني إحاطة بكل الملفات الموجودة، قراءتك لما سمعته اليوم في هذه القمة. أولا وقبل كل شيء مبروك للسعودية عقد هذه القمة، قمة الأمن والتنمية، ومبروك أنها استضافت رئيس أقوى دولة على وجه الأرض، وأنها اليوم ملتقى قادة الخليج والدول العربية، ومبروك أيضا أنها دفعت بالرئيس الأمريكي لا تغيير مواقفه بل والتراجع عن مواقفه. وأعتقد أنه ما نراه أمامنا وما رأيناه هو اعتراف أمريكي صريح ورسمي بأن الرياض هي عاصمة القرار العربي، وأن هذه هي لحظة الخليج في التاريخ العربي، وأن الخليج اليوم مركز الثقل العربي. فهذا أولا، وأعتقد من المهم وضع هذه القمة وهذه الزيارة في هذا السياق التاريخي حيث هناك خليج جديد. الأمر الآخر في تقديري أنه الرئيس الأمريكي جاء ليلتقي بقادة خليجيين جدد، وربما هذه فرصة له لكي يتعرف عليهم جميعا. فمن هذه الناحية القمة ناجحة كل النجاح، لأن الرئيس الأمريكي بايدن يعيش ربما بعيدا عن المنطقة، ليس فقط جغرافيا وإنما أيضا في قناعاته. هناك خليج جديد وهناك قادة جدد، ولهم رؤاهم ولهم أجنداتهم ولهم مصالحهم، وقد تتفق مع المصالح والأجندات الأمريكية وقد لا تتجه. فبالتالي هذا اللقاء في هذا الشكل وفي هذا المكان وفي هذا الزمان هو انتصار لهذا الخليج الجديد. بعد هذا وذاك، يعني أنا أعتقد حديث الرئيس الأمريكي أن أمريكا لن تترك فراغا في هذه المنطقة لصالح روسيا والصين، بمعنى أنه كان هناك انطباع أن أمريكا ربما قد أدارت ظهرها لهذه المنطقة. ويأتي الرئيس الأمريكي رغم كل انشغاله في جبهة روسيا وجبهة الصين ليعيد إلى هذه المنطقة حيويتها في المنطوق والرؤية الاستراتيجية الأمريكية. وفي المقابل دول الخليج أعتقد سعيدة جدا بهذه الزيارة، وترحبت به أجمل ترحيب في جميع اللقاءات، وأعتقد أنها هي ربما أكثر سعيا اليوم من أي يوم آخر لتقوية علاقاتها مع الشريك الأمريكي. لا حقيقة جميع الشركاء الذين نعرفهم ولا نعرفهم حقيقة لا يمكن أن يعطونا ما تستطيع أمريكا تعطيه، والدليل على ذلك وقفة أمريكا مع أوروبا في مواجهتها مع روسيا وغير ذلك من دكتور ماذا نتوقع بعد هذه القمم وهذا التقارب اليوم الأمريكي الخليجي العربي من نتائج، وخاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني؟ هناك الحد الأدنى المتفق عليه خليجيا أمريكيا وخليجيا وحتى عالميا، وهذا الحد الأدنى هو أن إيران تمثل تهديدا لأمن أهم منطقة نفطية في على وجه الأرض. فهناك حد أدنى من الاتفاق بيننا وبين أمريكا والشريك الأوروبي وشركاء عموما، أن إيران تهدد الأمن ليس فقط الخليج، وإنما تزعزع استقرار منطقة عربية شرق أوسطية بأسرها. فنحن جميعا على هذا الخط. الآن كيف نواجه هذا التهديد؟ كيف نتعامل معه؟ هناك أكثر من طريق. واجهنا إيران في أكثر من موقع، في اليمن، نواجهه في العراق، في سوريا، في لبنان، على الأرض العربية وعلى امتداد المنطقة بأجلها. لكن المزاج في الرياض وفي أبوظبي وفي العواصم الخليجية أننا اكتفينا واكتوينا بهذه المواجهات، وعلينا الآن وعلى أمريكا وعلى الجميع أننا نتحاور مع الولايات المتحدة مع إيران على أكثر من مستوى، على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على المستوى البيئي، وعلى عسى ولعل يعني
عقلاء إيران إن كان هناك عقلاء في طهران يستجيبوا لهذه المبادرات الخليجية السعودية الإماراتية للحوار مع إيران. فأعتقد المزاج الآن هو للحوار مع إيران ويعني الدفع بتخفيف التوتر في المنطقة أكثر من المواجهة. المواجهة العسكرية خيار ربما إسرائيلي، ولا نشترك مع إسرائيل في هذه الرغبة لتسخين الجبهة مع إيران حاليا. نعم دكتور، قبل قليل أشرت إلى فكرة اعتراف الولايات المتحدة بأنها لا تريد أن تفرغ حضورها في الشرق الأوسط لروسيا والصين، وأنها تعاود هذا التقارب حتى تأخذ مكانها. اليوم كيف يمكن التعامل مع هذه الرؤى في الوقت الذي هنالك وجهة نظر قريبة من قبل دول الخليج من روسيا والصين تهم مصالحها، وفي المقابل وجهة نظر أمريكية أخرى لا تريد حضور لروسيا والصين؟ كيف يمكن موازنة هذا الأمر في العلاقات الأمريكية الخليجية؟ يا سيدي، الموازنة معضلة في العلاقات العربية الأمريكية، معضلة في العلاقات الخليجية الأمريكية، كما إنها معضلة ليس فقط لنا نحن وإنما لكل دول العالم اليوم. هناك هذا الصعود الاقتصادي التجاري الصيني، والجميع يود أن يستفيد ويود أن يستثمر في هذا الصعود. في المقابل هناك الحاجة للأمن، وحاجة الأمن تتطلب من الجميع علاقات في أفضل الحالات مع أمريكا. فنحن حقيقة نواجه معضلة ليست فقط على مستوى المنطقة منطقة الخليج، وإنما على المستوى العالمي هذه المعضلة المطروحة. السؤال يبقى دائما، لن نقبل إطلاقا بأن أمريكا تدفعنا في أي اتجاه غير الاتجاه الذي يتوافق مع مصالحنا، ولن ندع علاقاتنا مع الصين وروسيا وأي طرف آخر أنها في نفس الوقت تؤثر بشكل سلبي على علاقاتنا الاستراتيجية العميقة مع أمريكا. فلا يمكن أن توجد قوة أخرى حاليا تستطيع أن تقدم الضمان الأمني للمنطقة التي نعيش فيها كما تقدمه واشنطن. فبالتالي لا يوجد هناك بديل، لكن لن نقبل بأي إملاء من واشنطن من أي عاصمة أخرى على دول الخليج وخياراتها ومصالحها الوطنية. نعم دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هذه التغطية. تغطيتنا مستمرة معكم لكل الأحداث والمواقف والتفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل.